عاد اليوم إلى الواجهة من جديد سيف العدل، وهو الاسم الحربي للجنرال العسكري في تنظيم القاعدة محمد صلاح الدين زيدان ابن محافظة المنوفية المصرية. بعد تأكيد الخارجية الأمريكية لتقرير الأمم المتحدة الذي ذكر أن المصري المقيم في إيران سيف العدل صار زعيماً لتنظيم القاعدة، وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن تقييمنا يتوافق مع تقييم الأمم المتحدة أن الزعيم الفعلي الجديد للقاعدة سيف العدل موجود في إيران، إلا أن تنظيم القاعدة لم يعلنه رسمياً بعد أميراً له. ورد وزير الخارجية الإيراني حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا: أنصح البيت الأبيض بوقف لعبة رهاب إيران الفاشلة، موضحاً أن ربط القاعدة بإيران سخيف ولا أساس له من الصحة. وقال وزير الخارجية الإيراني مخاطباً مسؤولي البيت الأبيض: لا تعطوا العنوان الخطأ. وبحسب معلومات الاستخبارات الأمريكية فقد ظل سيف العدل فاعلاً في تنظيم القاعدة على الرغم مما يروجه عناصر التنظيم من قصة تقييد حريتهم في مرافق الاحتجاز الإيرانية، حيث كان سيف العدل يرسل مقالاته إلى المجلات والمواقع الجهادية بدءاً من العدد الأول لمجلة البتار لتنظيم القاعدة الصادر في العام 2003 ومجلة صوت الجهاد، حيث التزم بكتابة عمود ثابت حول الأمن والاستخبارات وصولاً إلى توجيهاته العسكرية والأمنية في سلسلة مقالات ما بين 2011 و2015 مرتبطة بما عرف بثورات الربيع العربي في ليبيا واليمن ومصر وتونس. فمن هو سيف العدل أو المدني أو عابر سبيل صهر أسامة بن لادن؟ وهل العنوان الوطني الذي قدمته الولايات المتحدة خاطئ حقاً؟ أم قديم أم شيء آخر؟ وما حقيقة علاقته بعماد مغنية وفيلق القدس الإيراني؟ وما طبيعة علاقته بأيمن الظواهري؟ وهل كان عضواً خاملاً في إيران أم نشطاً متحركاً من وإلى خارج إيران؟ أنا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات. اليوم نفتح ملف سيف العدل وعلاقته بإيران مع ضيف مهم، وهو اللواء الدكتور محسن الفحام نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المصري سابقاً، الذي باشر عن قرب تفاصيل ودهاليز شبكات تنظيم القاعدة وغيرها من الجماعات الإسلامية الأصولية وشبكاتها الخارجية. حياك الله معنا سعادة اللواء. أهلاً وسهلاً فندم، أهلاً بك فندم. سعادة اللواء، أبغى أبدأ حديثنا بهذا السؤال: من هو سيف العدل بحسب ما هو موجود بأوراق الأمن المصري؟ سيف العدل هو المصري صلاح الدين محمد زيدان، مواليد محافظة المنوفية سنة 1960، التحق بالجيش المصري وظهرت عليه علامات العنف والتطرف، فتم فصله من الجيش المصري، كان في سلاح المظلات، ثم بعد ذلك اعتقل نظرا لرصده من خلال او من قبل الاجهزه الامنيه المصريه سنه 1987 بتهمه محاوله احياء تنظيم الجهاد، وايضا محاوله اغتيال السيد اللواء حسن ابو باشا وزير الداخليه الاسبق. سنه 1989 تم الافراج عنه لعدم ثبوت الادله، وكان معاه مجموعه من الاخوه برضه اللي هم الجهاديين، تم الإفراج عن البعض منهم نتيجة عدم توفر الأدلة. في أعقاب الإفراج عنه تمكن من السفر إلى أفغانستان، سافر إلى أفغانستان وانضم لتنظيم الجهاد برضو، إحنا لغاية دلوقتي ما دخلناش القاعدة، إلى أن ارتبط ببنت المصري المكنة أبو الوليد، تزوجها وعاش هناك في أفغانستان وأنجب منها 4 أولاد. ثم بعد ذلك بدأ يدرب بعض ما سمي بالمجاهدين الأفغان ضد الاحتلال أو الغزو السوفيتي لأفغانستان، ونجح فعلا في تدريب العديد من الكوادر اللي موجودة هناك نتيجة خبرته العسكرية. ثم بعد ذلك توجه إلى السودان، وفي السودان أيضا قام بتدريب في الفترة دي، نقول بقى أن حماية يعني ألحقوا بتنظيم القاعدة، وكان الحقيقة نظرا للالتزام. مين تقصد؟ أبو الوليد المصري؟ أيوة أبو الوليد المصري. مصطفى حامد؟ تمام كده، هو ألحق بتنظيم القاعدة. أيوة هو اللي ألحقه بتنظيم القاعدة،
نتيجة أنه يعني أنه أبو الوليد المصري كان قريب من الإرهابي أسامة بن لادن. ثم بعد ذلك اللي كان ماسك طبعا أمين التنظيم يعني، توجه بعد ذلك إلى السودان، وبرضه درب مجموعة كبيرة من الذين انضموا إلى تنظيم القاعدة. والحقيقة كان تواجده في الفترة دي توازى مع واقعتين مهمين جدا، ألا وهما تفجير السفارة الأمريكية في نيروبي وفي دار السلام. فالسلطات الأمريكية بدأت بقى ترصد المكافآت لضبطه، وبدأ من هذا التاريخ إن هو يبقى تحت الملاحقات الأمنية من الأجهزة الاستخباراتية الأجنبية. طيب إذا تسمح لي سعادة اللواء، هو إيش كانت رتبته لما ترك الجيش؟ لا مش ترك الجيش، هو فصل من الجيش. فصل فصل من الجيش، لأن زي ما قلنا إنه ظهر زي ما قلنا بعض علامات التطرف والتشدد في تعامله مع المرؤوسي. ايش كانت رتبته؟ زي ما قلنا ان هو يعني انت عارف حضرتك ان بعض الناس بتظهر عليهم علامات التشدد، مثلا علامات احيانا عدم اطاعه الاوامر، اوامر قادتهم، احيانا كان بيجبر مثلا المرؤوسين اللي تحتيه ان هم ما يلتزموش باوامر قادتهم يعني. بس عايز اقول ان فتره الرصد كانت يعني ما خدتش وقت كتير يعني، ده زي ما قلنا يحسب للاجهزه المصريه يعني، ما خدتش وقت كتير. ولذلك لما قلنا ان هو تم اعتقاله سنه 87، ده كان تواكب معها على طول فصله من القوات المسلحه المصريه. كان هو رتبه يعني عقيد او ايش الرتبه العسكريه اللي وصلها في ذاك الوقت؟ كانت رتبته في هذا التوقيت مقدم. كانت رتبته في هذا التوقيت مقدم فيعني بعد كده لما حصل موضوع التفجيرات توجه الى ايران. لما توجه الى ايران برضو الحقيقه لحظه معلش تعيد لي هذه الجمله، متى بدات مرحلته مع ايران بالضبط؟ بعد موضوع تفجير السفارتين راح او تمكن من التوجه الى افغانستان، وكان برضو من ضمن الناس اللي متهمين بالتخطيط لتفجير مركز التجاره العالمي في سبتمبر 2001. عشان افغانستان ترفع الحرج عن نفسها حصل نوع من انواع التنسيق ما بين افغانستان وايران، ان هو يروح يقعد في ايران تحت الاقامه الجبريه، ولكن ايضا للاسف الشديد برضو استطاع ان هو يخطط لبعض العمليات الارهابيه في الشقيقه السعوديه اللي هي تفجيرات الرياض. طبعا تحت الضغط السعودي والامريكي صدرت توجيهات وتعليمات للسلطات الايرانيه بوضعه تحت الإقامة الجبرية، يعني ألا يمارس أي نشاط التي تضر بأمن وسلامة الدول الجوار. كيف تم كشف تورط سيف العدل بتفجيرات الرياض سعادة اللواء؟ هل يعني الجانب المصري التقط مكالمات أو معلومات من شخصيات أخرى؟ لابد من الإشادة بالتعاون الأمني المصري السعودي في رصد العناصر المتطرفة أو الإرهابية أو عناصر تنظيم القاعدة الموجودة في المنطقة. فدي تحسب زي ما قلنا للتعاون الكبير بين الجانبين. ومن هذا المنطلق فكان رصد فعلا أنه هو أحد مخططي تفجيرات الرياض، هذا الرصد كان موجود وكان تم اختيار به الجانب السعودي يعني. وعشان كده السعودية تواصلت مع الولايات المتحدة الأمريكية ومارسوا ضغوطا سياسية على إيران لتحجيمه أو لوضع تحت الإقامة الجبرية. وفعلا فضل موجود طوال هذه الفترة حتى 2015 تحت الإقامة الجبرية في إيران، ولكن أيضا في هذه الفترة كان يمارس برضو بعض الأعمال الخاصة بالتدريب يعني، بس ما كانش بيمارس أي عمل تخطيط أو كذا أو كذا، لكن كان برضه بينظر، كان بيعمل في مجال إعادة الهيكلة، وخصوصا أن التنظيم بعد وفاة بن لادن أصابه الوهن وأصابه التشرذم والتفتت، فكان بيلعب دور كبير في إعادة صياغة تنظيم القاعدة في المنطقة العربية وخاصة في منطقة أفريقيا يعني، في الغرب الأفريقي بالذات كان بيلعب دور كبير في هذا الإطار.
سادة اللواء، كان في معلومات من وثائق الاستخبارات الأمريكية كشف عنها في مراحل مختلفة، على ومن خلال اعترافات من تم القبض عليهم من قيادات الصف الأول في تنظيم القاعدة بعد تفجيرات كينيا وتنزانيا، فكانت على أن سيف العدل في محطة السودان كانت بداية علاقة أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة بإيران من السودان، وأنه سيف العدل تدرب في معسكرات حزب الله اللبناني ويعني وأشرف على هالموضوع هذا عماد مغنية. هل لدى جهاز الأمن المصري هذه المعلومات أو تفاصيل عنها؟ لا، في الجزئية دي الحقيقة أنا ما عنديش معلومات موثقة حول الجزئية دي، لكن أقدر أقول أنه الحرس الثوري الإيراني كان في فترة وجود سيف العدل في إيران كان مقيم تحت السيطرة الكاملة للحرس الثوري الإيراني اللي بيعتبر حزب الله أحد روافده يعني. بس ما في من خلال ما تم يعني ضبطهم من قيادات في مصر من أعطى معلومات على يعني، أنا ودي أعرف طبيعة العلاقة اللي ربطت تنظيم القاعدة بإيران بجاء يعني من خلال معلومات وليس. خلينا أقول إنه في ثلاثة الكونية بتاعتهم سيف العدل، يعني ده أحدهم صلاح. كنيتهم سيف العدل. كنيتهم سيف العدل، ومن هذا المنطلق يعني فيهم مثلا واحد اسمه مصطفى أبو اليزيد، ده كان برضو من ضمن المجموعة اللي كانت كنيتها سيف العدل، وأيضا تم اعتقاله سنة 1987 وأفرج عنه، وده قتل في أحد الغارات. الاسم الثاني محمد إبراهيم الكاوي، ده كان عقيد في قوات الصاعقة في القوات المسلحة، برضو تم فصله، وده برضو كانت كنيته سيف العدل، وهو حاليا مع الجنسية الباكستانية ومتزوج وعايش في باكستان. ثم بيأتي بقى سيف العدل بتاعنا اللي احنا نتكلم عليه اللي هو صلاح زيدان، ده فوارد جدا يكون حد من الثلاثة هو اللي كان على تواصل بشكل أو بآخر بحزب الله اللبناني، يعني مش مؤكد أنه واحد فيهم هو اللي كان متواصل معهم يعني. طيب أبغى أسألك سادة اللواء، سيف العدل كانت أنه يطلق سيف العدل على ثلاثة شخصيات، وجلس لفترة طويلة كان يعتقد من قبل المخابرات الأمريكية بأنه هو أن سيف العدل المقصود هو محمد مكاوي، وظلت صورة محمد مكاوي في ضمن يعني موقع أو الإصدارات الأمنية للجهة مكافحة الإرهاب الأمريكية، تضع صورته كضمن المطلوبين أمنيا في هذا القائمة، قائمة المطلوبين أمنيا. فودي تحكي لي هذه الإشارة، منذ متى وأجهزة الأمن المصرية تعرف هوية سيف العدل، ولماذا جلس لفترة طويلة لم تتغير صورته؟ ما دي زي ما قلت لحضرتك ليس كل ما يقال يصدق، يعني بمعنى ان هم فعلا كانوا حاطين صوره مكاوي على اساس ان هو سيف العدل اللي هو بتاع صلاح زيدان، والحقيقه يعني يحسب للاجهزه الامنيه ان كانت رصده هذا الموضوع من بدايته، فمن هذا المنطلق يعني بنقول دايما ان رصد العناصر دي من قبل الدول الجوار ومن خلال معلومات موثقه بتدي مصداقية أكتر للمعلومة، لصدق المعلومة يعني. ومن هذا المنطلق فبقول إنه لا، يعني السلطات الأمريكية والاستخبارات الأمريكية كانت حاطة الصورة دي بطريق الخطأ إلى أن تم استدراك هذا الخطأ مؤخرا. كيف كان يعني، هل كانت الأجهزة الأمن المصرية كان لديها معلومة من هو؟ هل تبادلتم المعلومات؟ بالضبط، ده في إطار تبادل المعلومات، لأنه هو عنصر إرهابي وعنصر خطر، وبالتالي فالتعاون الأمني زي ما قلنا أو التعاون مع الأجهزة الأمنية المختلفة بيوصل إلى نقول إيه حلقات مترابطة ومتكاملة ومتمازجة مع بعض، هم عندهم معلومة هنا عندنا معلومة، مثلا المملكة عندها معلومة وهكذا، فلما يحصل تنسيق بين الأجهزة دي بتبان الحقيقة الكاملة وبيساعد ده على اتخاذ القرار أو على الأقل على تحديد الشخص أو الأشخاص المطلوبين. متى كان تم يعني تعديل هذه المعلومة؟ هل عندما عاد محمد مكاوي وجاء إلى القاهرة في فترة الربيع العربي
تم يعني وهو الذي قال بأنه ليس هو سيف العدل المقصود أثناء عودته، وقال هذا لأجهزة الأمن المصرية أم كان قبل هذا؟ يعني محمد نكاوي حاليا بيعيش حياة عادية جدا، نستطيع أن نقول أنه هو خرج من دائرة العمل الـ نقول الـ الإرهابي الفاعل لأنه كبر في السن يعني، وبالتالي بنقول أنه يعني اللي ظاهر في الصورة فعلا زي ما حضرتك تفضلت وقلت في بداية اللقاء أنه اللي ظاهر في الصورة في الوقت الحالي اللي هو يعني ممكن نقول أنه هو ما زال بيتعامل أو بيمارس العمل التدريبي والعسكري والهيكلي هو صلاح الدين. لكن محمد مكاوي مجرد ما استقر وقعد في باكستان وخد الجنسية الباكستانية أعتقد أنه هو لا يمارس أي عمل في مجال تنظيم القاعدة. أي بس ساتلي، وأنا سؤالي أن متى تم يعني تعديل معلومة ووضع الصورة الحقيقية بأن هذا صلاح هو المقصود بسيف العدل وليس محمد مكاوي؟ هل عندما جاء في فترة ربيع العربي إلى القاهرة أم أنه في 2011 أو 2012 على ما أتصور، أو أنه كان قبل؟ يعني تحديد الموعد بالذات يعني ما أعتقد، يعني ما أملكش عندي المعلومة اللي أقدر أقول لحضرتك مثلا أنه هو مثلا في سنة كذا تأكدت المعلومة أو قدرنا نكذب المعلومة، يعني ما عنديش المعلومة الكافية اللي أستطيع أن أنا يعني أجاوب بدقة على الجزئية ده. إمتى بالضبط ما عنديش المعلومة اللي هي أستطيع أن أنا أضيفها في هذا المجال الحقيقة. طب سيف العدل مين متزوج؟ كم زوجة لديه؟ أبناؤه إذا في معلومات حول هذا؟ أنا واحد فيهم، ما احنا قلنا ثلاثة. لا، صلاح الديزي اللي هو الجنرال اليوم، نجم تنظيم القاعدة اليوم. لا، جنرال ده زي ما قلنا متجوز من كريمة أو من بنت يعني المكنة محمد المصري يعني أبو الوليد، وهو عايش معها في إيران وله منها 4 أولاد، وعايش حياة يعني أنا شفت بعض الصور لي مؤخرا مع أن يعني الصور لي نادرة، لكن عايش حياة طبيعية يعني اللي يشوفه يعني يحس أنه هو عايش إنسان بسيط، إنسان بيمارس حياته العادية، مش مثلا مش بيلبس الجلباب زي الافغاني اللي احنا بنشوفهم، لا ده لبس عادي، لبس كاجوال، فيعني عايش الحياه اللي هي ما تديش ايحاء ان هو بيمارس زي ما قلنا عمل تنظيمي او عمل ارهابي او عمل تنظيمي في القاعده في الوقت الحالي. هو متزوج من سيده واحده ولا اكثر من سيده؟ المعلومه اللي عندي ان هو متزوج من سيده واحده وله منها 4 اولاد. طب بالنسبه لولده مدني المعروف ابن المدني، بدات يعني كتبت تقارير صحفيه عن دور الابن سيف العدل هذا، هل هناك معلومات حول؟ لا، ما عنديش عن ابن سيف العدل نفسه. انه يلعب دور في داخل سوريا كموفد من قبل والده لتنظيم القاعده، عذرا، يلعب دور في داخل اليمن موفد من قبل سيف العدل للعب يعني وساطه ما بين مركز القاعده الام وما بين فرعها في اليمن. لا الحقيقه فن في الجزئيه دي لا ما عنديش برضو المعلومه الكافيه اللي اقدر افيد حضرتك بيها، لان زي ما قلت ده نشاط داخلي يعني من الداخل للداخل او من الخارج للخارج، وبالتالي يعني يصعب ان احنا نرصد حاجه زي كده، ان انا شخصيا يعني ارصد حاجه زي كده او يكون عندي معلومه في هذا الاطار. طب ساتلو، متى بدا يتكشف للامن المصري العلاقه التي تجمع ما بين مثلا الجماعه الاسلاميه المصريه، جماعه الجهاد المصريه، مع الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه؟ بص حضرتك، الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه يعني بتجمع كل اطياف التنظيمات وكل اطياف الافكار اللي بنقول عليها المتطرفه. فاحنا هنلاقي في ايران هنلاقي عندهم جماعه القاعده، هنلاقي عندهم جماعه الاخوان، هنلاقي عندهم جماعه النصرة، هنلاقي عندهم، فهي يعني الحقيقه الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه بتجمع الاطياف دي عندها. ممكن يكونوا شخصيات عاديه، ممكن يكونوا شخصيات قياديه. طب ليه بتعمل كده؟ لانه بيعتبروا ان دي ممكن جدا تمثل إحدى وسائل الضغط على دول الجوار أو الدول اللي معروف. أي. ومن هذا المنطلق هو ساعات اللواء يعني
واضح أنه شو الدور الإيراني اللي ترتجيه من مثل هذه العلاقة البراغماتية مع تنظيم القاعدة، وممكن تكون هي علاقة استراتيجية أيضا مع التنظيم. ولكن أنا أبغى من حيث الجهاز الأمني في مصر رصد تحركات. قبل كده كان في تنظيم الجهاد الإسلامي، ده من أكثر التنظيمات التصاقا وارتباطا بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، تنظيم الجهاد، وأيضا تنظيم الجهاد الفلسطيني اللي هو كان بيرقصه الفلسطيني فتح الشقاقي، ده برضو من ضمن التنظيمات اللي كانت مرتبطة ارتباط كبير جدا بإيران. يعني أعتقد أو أعتبر أن أكثر فصيلين مرتبطين بإيران في الوقت الحالي اللي هو جماعة الجهاد وجماعة وتنظيم القاعدة في الوقت الحالي. مع أني أنا التقيت سابقا سعادة اللواء بعناصر كانت سابقة في تنظيم الجهاد المصري، وهم بيأكدوا يقول لك إن إحنا ما لنا علاقة لأن عندنا بعد عقدي في موضوع التعاون مع النظام الإيراني، لكن الجماعة الإسلامية المصرية هي من فتحت الباب وتعاونت مع النظام الإيراني. فإلى أي مدى هذا دقيق؟ فعلا كانت الجماعة الإسلامية، وكان يعني ساعي طه كان موجود في إيران قعد فترة طويلة. فعلا مين الجماعة هو؟ الإسلامية طه رفاعي، ده كان أحد برضو قيادات الجماعة الإسلامية، ده كان موجود فعلا قعد فترة في إيران، وتواكب بعد ذلك أو تواصل بعد ذلك بعض التنظيمات الأخرى. لكن أنا يعني من خلال معلوماتي أنه برضو بعد الجماعة، يعني بدايتها كانت الجماعة الإسلامية، ثم بعد كده حصل بعد اغتيال طبعا الرئيس الراحل أنور السادات، يعني إيران استضافت العديد من قيادات الجماعة الإسلامية، ثم بعد ذلك توالت قيادات الجماعات الأخرى. وزي ما قلت لحضرتك، يعني أنا أعلم جيدا أن برضو تنظيم الجهاد الفلسطيني من التنظيمات اللصيقة ووثيقة الصلة بأجهزة الاستخبارات الإيرانية. ما يعني يتم ذكره في عدد من المصادر بأن أن البداية الأولى لمجموعات الجهاد وعلاقتها بإيران هي زيارة أجراها القيادي في الجهاد المصري هو محمد أحمد الصاوي لإيران، وكشفت أجهزة الأمن وقتها عن هذه القضية بإعادة تشكيل تنظيم الجهاد اللي كان في هذه القضية سيف العدل نفسه. لفت انتباهي بأن الصاوي طبعا كان معه شخصيات أخرى، أسامة حميد الشهير بأسامة جغرافيا، وأحمد راشد محمد راشد كنا سبق استضفناه معنا في بودكاست جماعات في إحدى الحلقات، وهو قيادي سابق في تنظيم القاعدة. أن هذه القيادات تم القبض في هذه القضية على قيادات في الجيش المصري مثل الضابط محمد البرم ومحمد صلاح الدين زيدان والعقيد محمد مكاوي، إلى أن اعترافات الصاوي في القضية جاءت تحمل معلومات، حيث تم ضبط دراسة مع الصاوي بعنوان الثورة الإيرانية وظروفها، شارك فيها شخصيات جهادية فلسطينية وتركية وسورية. طلع طبعا بحسب أوراق التحقيقات اطلع عليها قيادات منهم حسن هلاوي عصام مطير وأيمن الظواهري. طبعا احنا نتكلم في سنة 87، فهل تذكر لي بعض المعلومات عن هذه، خاصة احنا نتكلم عن قضية هي نفسها سيف العادل كان ضمنها؟ بالضبط، احنا اتفقنا ان سنة 1987 كان هناك محاولات لإحياء تنظيم الجهاد، وهذه المحاولات تم رصدها بدقة من أجهزة الأمن المصرية، ولكن زي ما قلنا وكان العدد يعني كبير، ولذلك المحاكمات الحقيقة شملت الأسامي اللي حضرتك تفضلتي قلتيها دي، بالإضافة إلى أسماء أخرى إحنا يعني ما نعرفهاش حتى الآن. لكن بعد كده لما حصلت موضوع الإفرادات سنة 1989، البعض منهم سافر إلى أفغانستان تحديدا، يعني كان معظم الوجهات بتاعتهم إلى الأراضي الأفغانية وإلى باكستان، والبعض الآخر إلى السودان. فعايز أقول إنه في السنتين دول اللي هم من 87 ل 89 نجحت الأجهزة الأمنية المصرية في رصد تقريبا جميع عناصر التنظيم وأجهضته، ويعني أنا شايف إنه التنظيم في الوقت الحالي لا يمثل خطورة على المنطقة، وأصبح
يعني بلا مخالب زي ما بيقولوا، يعني اصبح النهارده غير مؤثر على امن المنطقه، يعني لان الصراعات اللي موجوده دلوقتي في المنطقه ما بقتش ما بين الجهاد او الجماعه الاسلاميه، ولكن بدات تبقى بين تنظيم القاعده وتنظيم داعش. ده اللي انا شايفه دلوقتي وده اللي احنا رصدينه. يعني سعادة اللواء، بالنسبه لعلاقه سيف العدل بايمن الظواهري، هل هناك معلومات عن طبيعه العلاقه بينهم؟ هل هي على وفاق ام ان هناك تنافس ام ان يعني مبالغات بموضوع الخصومه فيما بين الشخصيتين؟ خلينا نقول الحقيقه انه ايمن الظواهري لم يكن قائد مؤثر بالشكل اللي كان عليه اسامه بن لادن، ومن هذا المنطلق فكانت فتره سيطرته او قيادته لتنظيم القاعده ما كانتش من الفترات اللي فيها نوع من انواع العنف او العمليات الارهابيه. كان كل يعني الهدف هو الاختفاء والاختباء من المطاردات الامنيه. فمن هذا المنطلق بدا ظهور سيف العدل. يعني دايما الانسان القوي دايما يظهر في فتره القائد الضعيف. فكان ايمن الظواهري الحقيقه بداية المرض وبداية إحساسه بعدم القدرة على أداء مهامه كقائد لتنظيم القاعدة، دي كانت بداية ظهور بقى قوة سيف العدل وسيطرته على بعض المحافظات أو بعض الأماكن اللي بيتواجد فيها، وده كان تقريبا في سنة 2020. في 2022 يوليو 2022 لما قتل أيمن الظواهري بدأ يتردد اسم سيف العدل بشكل اللي احنا بقى دلوقتي بنتناقش فيه او الشكل اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. هل فعلا هذا الرجل اللي كان بيدي دورات عسكريه والرجل اللي كان له باع في توحيد كلمه تنظيم القاعده في بعض الدول الافريقيه، والشخص اللي هو عنده الخبره العسكريه وخصوصا بعد زي ما قلنا اعتزال مكاوي هذا العمل في واستقراره باكستان، هل هذا الشخص يصلح ان هو يكون خليفه لايمن الظواهري ولا لا؟ فكانت علاقته بايمن الظواهري علاقه الى حد كبير طيبه، لكن علاقته كانت باسامه بن لادن مش طيبه، وكان هناك العديد من القيادات التاريخيه كانت بتنادي باستبعاده من بين التنظيم. وزي ما قلنا انه الشخص اللي احنا بنتكلم عنه ده مش من الشخصيات التاريخيه التي ساهمت في تاسيس تنظيم القاعده، ان هو بدايته كان تنظيم الجهاد. فعشان كده مش لاقي قبول، ما كانش لاقي قبول، وما زال حتى الان برضه مش لاقي قبول من القيادات التاريخيه الموجوده خارج ايران والمتواجده في افغانستان وفي باكستان وفي اليمن وفي الصومال. عشان كده بنقول انه يعني حتة ان هو يتولى او لا يتولى، انا شايف تقديري الشخصي ان هي ما زالت محل نقاش او محل خلاف او محل تبادل وجهات نظر، ان في يمكن شخصيات اقدم منه وفي شخصيات لها قبول اكتر منه، وفي شخصيات ايضا مسيطرة على بعض الاماكن الجغرافية زي اللي هو الاخ الطريفي ده اللي هو مسيطر على منطقة الجزيرة العربية. ده الحقيقة من وجهة نظري برضو من الشخصيات التاريخية اللي احنا نعتقد ان احنا نكون من اكتر الشخصيات اللي ممكن يكون منافس لسيف العدل في قيادة تنظيم القاعدة. بالنسبة للشخصيات نقول المصرية، احنا طبعا نعرف بعد فترة الربيع في شخصيات خرجت إلى سوريا، في شخصية أبو محمد مصري قتل في طهران، وأيضا يعني في شخصيات كثيرة سقطت. هل اليوم هناك شخصيات تعتبر مهمة تكون أهم من سيف العدل، يعني خاصة نتكلم في المركز الأم لتنظيم القاعدة سواء في أفغانستان أو المنطقة الحدود القبائلية، منطقة القبائل الحدودية؟ أنا شايف إن في بعض الشخصيات زي ما قلنا لا تقل عن سيف العدل من وجهة نظري. طبعا أنا بتكلم من خلال تبادل وجهات النظر، زي ما قلت القيادي خالد بطريفي ده المسؤول عن بطرفي خالد بطرفي بالظبط، ده مسؤول تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، أيضا
القيادي أبو عبيدة العنابي، وده جزائري ومسؤول عن التنظيم في منطقة المغرب العربي. أيضا القيادي إياد أبو غالي، وده برضو أحد مسؤولي التنظيم، وده كان أساسا من جبهة نصرة الإسلام والمسلمين. أنا شايف أن دول لا من وجهة نظري لا يقلوا أهمية وتواجد زي ما قلنا، ويمكن قبليه كمان ومحمد الجولاني أيضا اللي ماسك منطقة اليمن والعراق، أيضا برضو من القيادات اللي احنا لا يستهان. محمد الجولاني اللي تقصد اللي بسوريا؟ اللي في سوريا ايوه، مواسك بس ما هو منشقين عن تنظيم القاعده، يعني ما له علاقه في تنظيم القاعده، هم على خلاف معه اليوم. على خلاف ولكن له دور وله تاثير، يعني لم ينضم مثلا الى تنظيم اخر وما زال على قوه القاعده، ولكن زي ما بقول وله على فكره له دور في تنظيم القاعده ودور برضه لا يستهان به. خليني اقول لحضرتك حاجه مهمه، دايما نحط في اعتبارنا انه ما فيش واحد منشق عن تيار ديني متشدد وبنقول ان هو اصبح معتدل، لا، يعني انا بقول انه الاعتدال ده موضوع خارج السياق، خارج السياق اللي احنا بنتكلم فيه. فاللي خرج من دايره مثلا تنظيم القاعده اكيد ما زال، لانه احنا بنتكلم في فكر وليس بنتكلم في ديناميكيه، بنتكلم في استراتيجيه، بنتكلم في تنظيم، بنتكلم في نواحي تنظيميه. فعشان كده بقول دايما احنا لما بنيجي نواجه هذه العناصر دايما تبقى المواجهه الفكريه اصعب واهم بكثير جدا من المواجهه الامنيه او العسكريه. فدي يعني دي احنا تعلمناها، ان دايما كيف تواجه الفكره بالفكره وكيف تواجه الحجه بالحجه. تفضل سعادة اللواء. في فترة الربيع، ما تعرف فترة الربيع العربي، جاء عدد من الشخصيات المصرية من إيران، من بينهم محمد شوق الإسلامبولي شقيق خالد الإسلامبولي، وأيضا عندنا مصطفى حامد نفسه جاء إلى مصر مع أعتقد مع زوجته وأسرته، وفي أشخاص آخرين. ودي تحكي لي عن هذا، إذا حضرتك كنت وقتها وقفت على هذا الموضوع، وكيف كان الترتيب من قدومهم إلى إيران، ولماذا عادوا؟ يعني هناك مثلا أبو الوليد عاد إلى إيران من جديد، محمد شوق الإسلامبولي في تركيا اليوم يعيش هناك، ولماذا بقي سيف العدل في إيران؟ خلينا نقول ان الفتره اللي هي ثوره الربيع العربي، ومع يعني الفتره السنه اللي حكم فيها الاخوان مصر، الفتره دي هي اللي شهدت عوده تلك الكوادر الى دولها. على فكره يعني احنا بنتكلم طبعا على مصر، فبنتكلم في الشخصيتين دول بالتحديد يعني، لكن من المؤكد ان في بعض الشخصيات القياديه الاخرى عادت يعني في الى دولها، والشعوب في هذه الدول لفظت تلك العناصر بعد ما سقطت حكم او جماعه الاخوان في مصر. صحيح. وهم فعلا جم في التوقيت ده وغادروا مصر، يعني بمجرد ما بدات بوادر ثوره 30 يونيو 2013، مش هقول غادروا، اقدر اقول ان هم تمكنوا من الهروب من مصر، لانهم حسوا ان هم شخصيات غير مرغوب فيها من الشعب المصري قبل ما يكون غير مرغوب فيها من النظام في مصر. طب بالنسبة لمصطفى حامد، ودي تحكي لي شو المعلومات عنه، وشو طبيعة علاقته هناك مع الحرس الثوري الإيراني، خاصة عنده موقع إلكتروني بينشر في كل مقالات سيف العدل باسم عابر سبيل، ويعني ويتبنى ذات خطاب التنظيم القاعدة. يعني معلش، يعني في موضوع مصطفى حامد الحقيقة برضو تبقى تتكلم، يعني قد أكون غير ملم قوي بدوره، ولكن خليني أقول إنه هو من الشخصيات اللي يعني مش من الشخصيات اللي الواحد يديها اهتمامه، لأنه هو بدأ يخش في موضوع المواقع الإلكترونية، نشر الكتب كذا، فأصبح دوره الحقيقة يعني مش عايز أقول دور ديناميكي قد ما هو دور استاتيكي، يعني بيكتفي بنشر المقالات، بيكتفي بعرض الافكار المتطرفه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فقط يعني. فده دي معلومات الحقيقه عن هذا الشخص يعني. سعاده اللواء، هل العنوان الوطني اللي قدمته الولايات المتحده مؤخرا عن موقع سيف العدل بحسب رصد الاجهزه الامنيه المصريه هو دقيق؟ لا، انه في ايران اليوم هو البيان بتاع الخارجيه الامريكيه لم يشر الى ان المعلومات دي جايه من الاجهزه المصريه، وما اشارش
يعني هو بيقول ان هم عندهم معلومات مؤكده ان هو في ايران. دايما واحنا صحيح. بنتكلم في الملفات الامنيه دايما بحط احتمال واثنين وثلاثه، لكن النهارده ان انا اجزم ان هو مثلا موجود في دوله معينه وليكن اي دوله غير ايران مثلا، يعني حتى لو النهارده خبر زي ده انتشر، هل النهارده ايران هتتمسك بوجوده ولا هيحصل زي ما حصل قبل كده وساب دوله ما وراح دوله اخرى؟ ولذلك انا بتصور ان هو ممكن يكون فعلا موجود في ايران، ممكن ويكون متحجم ممكن، لكن في نفس الوقت بلاش اتجاهل فرضيه ان هو، وخصوصا ان هو بيرتبط بعلاقات طيبه جدا مع افريقيا ومع الدول الافريقيه زي الصومال زي ما قلنا وزي النيجر زي كده. فبرضه نحط في اعتبارنا ان هو زي ما في نسبه كبيره ان رصدتها المخابرات الامريكيه، ايضا نحط برضه احتمال ان هو ممكن جدا يكون موجود في احدى الدول الافريقيه. طب في فتره من المعلومات لدى الجهاز المصري، جهاز المباحث، في فتره الربيع 2011 كان ذكرت تقارير على ان سيف العدل كان يتنقل من خارج إيران، ذهب إلى أفغانستان وباكستان، وكان يدير بعض المسائل، ثم عاد من جديد إلى إيران. فكيف تشوف يعني شو طبيعة المعلومات من خلال الرصد الأجهزة المصرية أو اعترافات لقيادات؟ إحنا قلنا إن الأجهزة المصرية يعني دايماً دايماً التحركات بتاعت العناصر اللي موجودة خارجها بسهولة جداً بتصل إليها. يعني سواء بقى من خلال مصادرنا، سواء من خلال معلومات موثقة إلى آخره. فجميع تحركات عناصر تنظيم القاعدة وأيضا حتى كمان عناصر داعش اللي موجودة حاليا في الخارج كلها مرصودة. عشان كده بتبقى الأمور إلى حد ما تحت السيطرة الأمنية، ونكاد نكون نعلم تقريبا هم موجودين فين والساعة كام وبيفكروا في ايه وبيعملوا ايه. وعشان كده دايما بقول انه الأجهزة العربية او الأجهزة المصرية عندها القدرة والمكنة ان هي تستطيع ان هي ترصد هذه العناصر. اي بس انا ابغى معلومات، الله يسلمك سعادة اللواء، إذا في معلومات بموضوع تحرك سيف العدل خلال هذه الفترة من 2011 إلى 2015، شو المعلومات لدى الجهاز خارج إيران؟ أنا شخصياً ما عنديش معلومة موثقة في هذا الموضوع. الأربع سنين دول ما عنديش هي معلومة موثقة عن تحركاته خارج إيران فيها من 2011 ل 2015. طب بشكل عام بعيدا عن هذه الفترة، ما لدى الأجهزة الأمنية المصرية المعلومات على حركة سيف العدل في مثلا نقول من بعد أحداث 11 من سبتمبر، تنقلاته، دوره، نشاطه، غير بعيدا يعني احنا نعرف البداية حقته في السودان وكذا، بس ودي تعطيني تفاصيل أكثر عن دور هذا الشخصية. في الوقت الحالي أنا شايف إن هو بيحاول النهارده يثبت أركانه في المناطق اللي هو مسيطر فيها أو اللي هو متواجد زي ما قلت فيها، سواء كان إيران أو سواء كان بعض الدول الأفريقية، ومن هذا المنطلق علشان يبقى عنده خلفية تدعمه إذا استفتي على اختياره زعيم لتنظيم القاعدة. ايضا ما ننساش انه برضه حركه طالبان الفتره اللي هو قاعد فيها في افغانستان عملت له ارضيه قويه هناك، ايضا برضه ايران الفتره اللي عملها اللي قاعده في ايران برضه ما نستبعدش اطلاقا ان ايران تمارس ضغط. عشان تخيلي بقى النهارده لما ايران يكون هذا الشخص موجود عندها ويسمى او يعلن ان هو تنظيم القاعده، فتخيلي ان ايران النهارده تسيطر على تحركات تنظيم القاعده اللي هو يعتبر من اهم التنظيمات اللي موجوده في الوقت الحالي، اهم التنظيمات الارهابيه اللي موجوده في الوقت الحالي على الساحه. طب سعاده اللواء، حضرتك كنت وقفت على موضوع الارتباط او علاقه نشات ما بين الحرس الثوري الايراني وجماعه الاخوان المسلمين خلال حكم الاخوان في مصر. ما مدى، هل كان هناك علاقة أيضا ما بين عناصر أو قيادات تنظيم القاعدة وجماعة الإخوان المسلمين من خلال في تلك الفترة ما لمستوه أمنيا من ملفات وما إلى ذلك؟ يعني إحنا عايزين نقول برضو إن جماعة الإخوان أفتكر إن كان أعلن إن كان في اتصال ما بين رئيس
المقدور محمد مرسي مع أيمن الظواهري، وده اتصال يعني معلن عنه، مش سر إن احنا نقوله يعني. ومن هذا المنطلق كنا بنقول برضو إنه تنظيم الإخوان كان مستعد إن هو أو كان على استعداد إن هو يتعاون مع كل التنظيمات اللي موجودة، سواء تنظيم القاعدة أو تنظيم الجهاد أو حتى الدواعش كمان، عشان يثبت أركان تواجده في الحكم في مصر هنا. والحمد لله الخطة دي يعني الحمد لله بقت بالفشل، ويعني ما تعدتش أكثر من سنة. شنو الإضافة لو في معلومات إضافية تحكي لي عنها عن اتصال الظواهري بمحمد مرسي؟ هو كان اتصال تليفوني كان مرصود، وكان يعني بيتكلم فيها عن استعداد الجماعة استقباله واستقبال الكوادر الموجودة، وإن مصر بتفتح وإن في عهد جديد ولا آخره. دي كانت كلها الحقيقة أمور يعني الحقيقة جهاز الأمن المصرية رصدتها ورصدت هذا الاتصال، ويعني من السهل إن احنا نجيبه، حتى موجود على شبكات التواصل الاجتماعي. فزي ما قلنا جماعة الإخوان كنت متصور إن هي عنصر جاذب لكل عناصر التطرف خارج الدولة المصرية، ومن هذا المنطلق فكانوا بيرحبوا زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان هم استقبلوا شوقي محمد شوقي، واستقبلوا ناس كتير جدا من الخارج في اعقاب احداث 2011 يعني. لكن الناس دي لما استشعرت انه حكمها مش هيستقر ومش هيستمر، سرعان ما غادروا البلاد قبل ما يتم القبض عليهم. طب من وجهة نظرك لماذا سيف العادل بقي في ايران؟ ليش ما جاء مع مجموعة التي قدمت، خاصة إن حماة جاء يعني؟ أعتقد إن ده يرجع إلى أولاً إن هو شخص مطلوب طبعاً، لأنه كل المؤشرات أولاً السلطات الأمريكية طلب القبض عليه وعمل مكافأة وصلت لعشرة مليون دولار للقبض عليه، وخمسة مليون دولار لمن يدلي بأي بيانات عنه. يعلم جيداً قوة أجهزة الأمن المصرية إن هو مش زي دول خالص، ان هو لما يجي هيتقبض عليه لازم يتقبض عليه، لانه زي ما قلت كان المحرك او احد مفكري الاعمال التفجيريه او الارهابيه اللي حدثت في عهده ابان فتره وجوده في السودان وفي ايران وفي افغانستان. هل لديك سعاده اللواء معلومات عن طب ايش النقاط اللي اختلف فيها سيف العدل مع اسامه بن لادن قبل احداث 11 سبتمبر؟ ايش كانت طبيعه الكاريزما يعني الشخص بيناتهم، كاريزما العلاقه؟ شخصيه مش مسيسه، بتميل زي ما قلنا الى العنف، الى ازدراء الغير، شخصيه متسلطه الى حد كبير، يعني توصف ان هو يسمع الراي وراي الاخر. لا، كان الرأي بتاعه هو المفروض يمشي طالما هو من العسكريين أو من المؤهلين عسكريا أو تنظيميا. فدي كانت الحقيقة أمور كانت دايما محل خلاف، مش مع أسامة بن لادن فقط ولكن مع القيادات اللي حوالين أسامة بن لادن. ولكن هذه الخلافات تفاقمت بعد، لأن كان أسامة بن لادن كان عنده القدرة على احتواء هذه المواقف وعلى هذه الخلافات، لكن مع موته أصبح دلوقتي لما تولى بقى أيمن الظواهري بالشخصية الهادية الضعيفة ليس عنده قدرة تنظيمية أو كذا، فتفاقمت هذه الخلافات. وده عشان كده أنا بقول إنه قد يترتب على هذه الخلافات أو الاختلافات أن يكون هناك أكثر من منافس لي في زعامة تنظيم القاعدة. طب هل كان لسيف العدل هيئات للتنكر خلال تنقله؟ يعني إذا كان لديك معلومة في هذا الإطار والأسماء الكنة. الفترة اللي هي كانت موجود فيها في إيران زي ما اتفقنا وقلنا إنها كانت فترة طويلة جدا كان تحت الإقامة الجبرية، فما كانش في مبرر إن هو يتخفى أو يتنكر، يعني قاعد ما يعملش حاجة. فعشان كده طبعا ولكن سمة عناصر تنظيم القاعدة أو أي تنظيم إرهابي دايما حتة التنكر ودايما حتة التخفي، استخدام أسماء كني مختلفة دي معروف عنهم كده، نظرا لأن هم طبعا دايما بيعتبروا أن الهاجس الأمني عندهم بيأتي في المقام الأول، وبناء عليه فدايما بيكون عندهم حتة التخفي واستخدام أسماء. سعادة اللواء، بالنسبة للأشخاص اللي من عاد من إيران، هل كان هناك يعني إيران، هل منحتهم إيران أسماء أخرى وهويات أخرى
أو جوازات إيرانية؟ أنا ودي بس لو تعطيني شوية معلومات في هال. لا الحقيقة دي برضو الحقيقة مش معلومات موثقة عندي، إن هو ولكن من المؤكد إن بعد الفترة الطويلة دي اللي هو موجود فيها خارج مصر أكيد صلاحية الجواز المصري انتهت، وطبعا أكيد السفارات المصرية مش هتجدد الباسبور، فمن الوارد جدا جدا إن هو يكون حصل على جوازات سفر أخرى. لكن الحقيقة هي إيه بالظبط الجوازات الأخرى اللي بيحملها؟ الحقيقة مش قادر أفتي حضرتك في هذا الموضوع. وشخصية بيجد دعم من الدول التي مكث فيها فترات طويلة، دي كلها أمور. إيش هي غير 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 إيران؟ من هي الدول غير إيران ممكن؟ أفغانستان، السودان، دول الدولتين الثابت فيهم أنه هو تنقل فيهم وأقام فيهم فترات لا بأس بها يعني، لكن الفترة الأطول هي الفترة التي قضاها في إيران. فدي كلها أمور بتجعله هو شخصيا مؤهل نفسيا لمثل هذا المنصب أو لمثل هذا الوضع يعني. لكن خلينا نقول أن التنظيم، أنا عايز أقول حاجة يعني في الآخر، عايز أقول أن تنظيم القاعدة كتنظيم قاعدة ما هواش بنفس القوة والقدرة التنظيمية والقدرة التكتيكية ولا القدرة حتى المالية اللي تستطيع من خلالها أن هو يعمل عمليات واسعة وعلى مدى وعلى مستوى واسع وعلى مستوى دول، ما عادش دلوقتي. ولذلك هو النهارده كل اللي بيعمله دلوقتي السيسي العدلي بيحاول يلملم بقايا تنظيم القاعده في الدول اللي المد الامن فيها او التواجد الامن فيها الى حد ما مش قوي، ودي يعني وجد ضلته زي ما قلنا في بعض الدول للاسف في الافريقيه. ولكن خلينا نقول برضه نقطه مهمه جدا ونشيد بها ايضا، ان فعلا اجهزه الامن في العديد من الدول الافريقيه وتحديدا الصومال مؤخرا استطاعت ان هي تقضي على اعداد كبيره جدا من عناصر تنظيم القاعده اللي موجوده، وصل الى حوالي 500 واحد خلال الفتره اللي فاتت دي، وبرضه بعض التنظيمات الاخرى. برضه هرجع تاني اقول ان الدول بدات تاخد بالها جدا من هذه التنظيمات، وتاخد بالها جدا من التنظيمات دي ليس وراءها اهداف سوى التخريب والارهاب والترويع. ومن هذا المنطلق فأنا شايف أنه تبادل المعلومات نمرة واحد، نمرة اثنين قوة الأجهزة الأمنية اللي موجودة في هذه الدول استطاعت أنها تجذب العديد والعديد من العمليات وتقضي على أعداد كبيرة جدا جدا من عناصر تنظيم القاعدة في الفترة الأخيرة. طب سعادتي لو اسمح لي يمكن نختم بهذا السؤال، حضرتك كنت مسكت إحدى مسؤولياتك الأمنية كانت مكتب العمل أو ما أدري كيف بتسمونه في سوريا، كان لك نشاط هناك رسمي، هل هذا العمل الأمني كان يعني ما كشفت عنه من دور لتنظيم القاعدة مع إيران؟ لا هو ما كانش عمل أمني بالمقام الأول قد ما هو كان بيهتم بشؤون المصريين. وعايز أقول إن في هذا التوقيت بالذات كانت من أكثر التنظيمات اللي موجودة، كان تنظيم زمان كان اسمه تنظيم التكفير والهجرة، دول اللي هو استغلوا فترة العلاقات المصرية السورية، كانت فترة من الفترات الإيجابية جدا، فكان المصريين دول بيخشوا هناك من غير تأشيرات دخول. فكان الحقيقة فترة وجودنا هناك كان من الفترات اللي احنا كنا بنتابع فيها هذا التنظيم، واعتقد ان التنظيم ده تم تفكيكه دلوقتي، ما فيش حتى المسمى اساسا ما بقاش موجود دلوقتي على ساحه التنظيمات الارهابيه. وهذه معلومه مهمه، يعني تنظيم التكفير والهجره هو كان في سوريا، يعني خرجت عناصر الى سوريا، خرجت عناصر من مصر الى سوريا مستغلين في ذلك زي ما قلنا عدم المطالبه بتاشيرات دخول. ولكن زي ما قلنا العناصر دي احنا بنتكلم على فتره طويله من زمن 1997، يعني كان لسه التنظيمات اللي موجوده دلوقتي ما ظهرتش حتى على الساحه. ده اللي هو التنظيم بتاع شكري مصطفى، هذا بالعام 97، تذكر لي اسماء منها؟ لا ما هو كان رئيس التنظيم اللي هو يعني شكري مصطفى اللي تم اعدامه، يعني ده اللي احنا متذكرين. لكن بقيه الناس العناصر كانت عناصر نقول ما هياش مؤثره على الساحه، وزي ما قلت برضه كان حصل بعد كده عمليه وكلهم تراجعوا عن افكارهم دي الحقيقه بالحوار، وكان دي تعتبر من التنظيمات او من الايجابيات
لبرضه الامن المصري ان هو استطاع ان هو اللي كنا بنسميها لو تفتكر حضرتك المراجعات الفكريه دي برضه الحقيقه كنا نجحنا فيها الى حد كبير وخصوصا مع الجماعه الاسلاميه وقبليها جماعه التكفير والارهاب. طيب سعاده اللواء يعطيك الف عافيه وشاكره لك مشاركتنا بهذه المعلومات. واسمح لي ان اختم هنا، على الارجح ان قصه سيف العادل وعنوانه الوطني ستظل معنا فترة من الزمن ليست بالقصيرة. هذا جماعات وأنا هدى الصالح.